شيخ كثرة الانعام ولله الحمد في زماننا هذا عند الافطار بعض الناس يترك السنه ويترك التمر ويبدا بالحلويات وغيرها شيخ الرسول صلى الله عليه شكرا. وسلم كان يفطر على رطبات اذا كان وقت الرطب نعم وان كان في غير وقت الرطب يفطر على تمرات وهو الرطب المجففه وإذا لم يجد فإنه يتجرع يعني حسوات من ماء ويذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام على تمر على رطبات فإن لم تكن فتمرات فإن لم تكن فعلى جرعات من الماء نعم